والله يا اخوي سمعت النظافة معناها متاع صوص هاك تشوف كيفاش حتى تجي الصباح معناها باش تكلمهم تقول لهم يجوا نظفوا هزوا البوبالات هزوا كذا نظفوا علينا هذا وسخ يقول لك نحن ما عادنا حتى دخل وما دخلناش ما فهمتش شكون اللي عنده الدخل وبالله العباد ميساج للعباد هذيك تجي مو حط زبلتك في ساشي انت علاش هكا وين نمشي ونعوموا نحن نحاولوا ما عادش نجيو نعوموا لهنا بالرسمي راهي فهم برشا عباد سامحني في الكلمة خماج راه ولا بالحق ما كنت تجيب زبله لهنا حط في ساشي واكل بوباله طايشه في بوباله تفرج اش تغزر اش كيفاش هندي ودلاع وكسكسي ومقارونه ونعمه مطيشه وحاله حليله ما فهمتش شنو بالرسمي ما فهمناش نحن شكون اللي شي ينظف شكون اللي ما عادش باش ينظف تحكي مع البلديه يقول لك ما يدخلنيش تحكي مع المواطن يقول لك ما دخلنيش ما فهمناش نحن شكون باش ينظف هالسوس ولا لا فهمنا شكون شوفوا لنا حل اخويا في اقرب وقت ولا بالرسم ما كانش طوم عشان نخليو العباد تهبطوا تعومنا ولا بالحق اللي يحب يوصل صوت المسؤولين خويا حاجه وسخ كذا النظافه للعباد الكل راي مش لذاك ولا لذاك ولا ذاك نظافه للعباد الكل كي باش تنظف روحك وتنظف غيرك اللي يجي بعدك وهذا بار ميساج معناها كونه هو وصل ميساج للعباد احنا نوصلوا ميساج للمسؤولين فما شويه عمال نظافه انت ما تحطوا فيهم البرا وشيره الوتله وشيره كذا جيبوا شويه للشط فما شويه عمال نظافه حطهم في الشط ينظف حتى مشكل خلت نظاف ما بتحبوا منظر السياحه وتحبوا السياحه وتحبوا توريست وتحبوا عمله صعبه تخدم باش تجي العمله الصعبه هذا ايش نحبوا نوصلوا لهم الاكثر ولا الاقل